بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مع الفيديو الثاني Frequently Asked Questions، الاسئله اللي بتتكرر باستمرار. الفيديو ده يعني عاملينه بس عشان بعض الناس بداوا يسالوا اسئله مختلفه، فحبينا نجمع الاسئله دي ونرد عليهم عشان يبقى الكل يعني عرف الاجابه على الاسئله دي. السؤال الاول، ايه المواد العلميه اللي احنا هنذاكر منها؟ البين بوك، ريتا، اسئله ثانيه، مراجع ثانيه. طبعا احنا كنا قلنا قبل كده عندنا الكتابين الرئيسيين، البين بوك جايد اللي هو الكتاب الصادر من البي ام اي الكتاب الرئيسي، وريتا اللي قلنا عليه عامل زي سلاح التلميذ. وقلنا ان 90% من الناس هتحب اسلوب ريتا لانه اسهل. لو حد ما حبش اسلوب ريتا ودخل على البين بوك جايد نفسه ولقى ان هو ده افضل وشايف ان هو الاحسن، خلاص يكمل من البين بوك. هو اجمالا هو لا شك هو الاساس البين بوك، وهو يعتبر الاكثر مرجعيه لانه تبع البي ام اي نفسها، بس مشكلته ان هو عامل زي الاكواد، بتلاقي ان هو بيرغي وبيتكلم كتير وكلام يعني لو انت مش فاهمه اول مره ولسه اول مره بتدخل على الموضوع ده ومش من النوع اللي بتحب يعني كميه معلومات كتيره هتمل وهتحس ان اسلوبه مش لذيذ. لكن لو من النوع اللي بيحب العلم يعني بزياده وما بيملش هتلاقي ان هو ده الافضل وتحس ان ده افضل من ريتا. فكل واحد على حسب اللي هيرتاح منه ايه. طيب السؤال الثاني، نظام الشرح والمذاكره. احنا حاطين في الجدول الزمني ان كل شابتر او كل نولج اريا يعني هتلاقيها متقسمه على 3 اجزاء، سبت واثنين واربع، ويوم الجمعه هنبدا ان احنا ننزل الفيديو بتاع حل الاسئله. حل الاسئله هيكون من كتاب ريتا، في اخر كل شابتر في كتاب ريتا في مجموعه من الاسئله هنحاول ان احنا نحل جزء منهم مع بعض ونكمل بقى لوحدينا بقيه الاسئله. يعني مثلا هم 30 سؤال او 40 سؤال، لو حلينا من ال 30 دول 15 او 20 هيبقى فاضل مثلا 10 او 15 دول نحلهم. ويعني ما ننساش ان احنا نسجل ريكورد لنفسنا كده احنا يعني جبنا كام في الميه من الاسئله اللي موجوده دي. محتاجين نحضر قبل الفيديو؟ لا مش محتاجين، بس يعني اي شيء طبعا في العلم يعني كويس ان كان قبل او بعد، يعني لو حد عنده وقت ان هو يحضر ده شيء كويس، يعني ان هو يبص في كتاب ريتا ويعدي بسرعه على السلايدز او على الفيديو حتى او كده يبقى شيء كويس. بعد نفس الشيء، يعني اللي بيسمع الفيديو مره غير مرتين غير ثلاثه، المعلومات يعني بتثبت كل ما بنزيد في الاستماع او في ان احنا نراجع الماده العلميه نفسها لا شك ان هي بتثبت اكتر في دماغنا. السؤال اللي بعد كده، هل ملفات الفيديو كافيه للدراسه؟ الفيديو لوحدها من غير كتاب ريتا او بين بوك ما ينفعش. لا هي يعني ده هيسهل لنا، الفيديو هيسهل لنا جدا الدخول في الموضوع نفسه، لكن ما يغنيش عن واحد من الكتابين. لازم ان احنا نقرا، ما ينفعش السماع بس، السماع بس ده مش كافي يعني. ولازم كنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات يبقى لنا نوتس كده نكتبها بنفسنا، يعني لا شك ان الحاجه اللي بنبذل فيها مجهود بتثبت اكتر وبنبقى فاكرينها بشكل اكتر غير الحاجه اللي بنتفرج عليها. محتاجين عمليات مذاكره او مراجعه لاحقه او حل اسئله. السايكل اللي احنا فيها دي سايكل مذاكره، اللي هتاخد مننا حوالي شهرين ونص دي سايكل للمذاكره. بعد كده هيبقى في مره ثانيه للمراجعه الاولى ومره ثانيه للمراجعه الثانيه. بعض الناس هتحتاج مراجعة ثالثة على حسب كل واحد وتحصيله يعني، بس طبعا بتبقى مدتها أقل بكتير، يعني المراجعة الثانية دي ممكن تبقى مدتها 6 أسابيع، المراجعة الثالثة ممكن تبقى أقل، يعني ممكن أسبوعين بس أو ثلاثة، وبعد كده حل امتحانات كاملة. يعني هنشوف مع بعض إن في جروب تانية خاصة بالريفيو الناس شغالة فيها مراجعة بيبقى ليها جدول تاني، بس التوتال ديوريشن كله للموضوع ممكن يبقى فرنج من 5 لـ6 شهور، إحنا في الشهرين ونص الأولين بتوعهم اللي هم السايكل بتاعت المذاكرة. ما هو معيار قياس مدى التحصيل؟ لا شك ان انا وانا دايما بنحل الاسئله بتاعت ريتا ضروري ان انا اخد يعني النسبه المئويه بتاعت الاسئله الصح كام في الميه من اجمالي الاسئله واسجلها عندي للشابتر ده. ان انا كان اول مره لما حليت من اسئله ريتا الصغيره ال 40 او ال 30 سؤال كانت نسبتي مثلا 65%، بعد كده لما بدات في المراجعه كانت 75، المراجعه الثانيه بقت 85، مع حل الاسئله بقت اعدي ال 85 بسهوله. فهو ده يعتبر المعيار الرئيسي عشان اقيس يعني انا حصلت ولا لا حل الاسئله. هل من الممكن ضغط جدول المذاكره؟ يعني على حسب الامكانيات، كل واحد على حسب الوقت اللي فاضي المتاح بالنسبه له. الجدول معمول ان هو زي ما قلنا قبل كده ما يبقاش يعني مضغوط قوي ولا مرحرح بزياده، فيعني الجدول يعتبر متوسط. لو حد حس ان هو يعني الجدول ده مش مناسب ليه وعايز يضغطه اتس اوكي، يعني كل واحد على حسب
وقت الفراغ اللي عنده، يعني عنده مشغوليات تانية طول اليوم او الشغل قاعد فاضي فيه ولا لا. لكن الافضل ان احنا نبقى ماشيين في نفس الجروب، لان ده بيدينا همة اكتر ان احنا بنبقى ايه كلنا متابعين في نفس الجدول. يعني مثلا التغييرات التي سيقوم بها معهد البي ام اي، هو البي ام اي حتى الان ما اصدرش كتاب جديد بعد البين بوك 5، يعني الاصدار السادس زي ما هنقول بعد شويه لسه ما نزلش. بس هم كانوا قالوا ان احنا في اول 2016، بس ده خلاص يعني كان وقته يعتبر عدى، يعني في اول 2016 ان احنا هنعمل تغيير في ستراكشر الامتحان، هيبقى فيه تاسكس جديده خاصه بالاسئله لكن ملهاش علاقه بالماده العلميه. الماده العلميه ثابته مش هيتغير فيها شيء، لكن هو بيتكلم في ستراكشر الامتحان، يعني مغطي ايه من المنهج في الهيكل بتاع الامتحان وتغطيته للمنهج بس مش اكتر. لا شك ان التاسكس دي مفيده طالما هو قال انا هعمل حاجه وهركز على حاجه في المنهج. لا شك ان ده يدينا انديكيشن ان هو ناوي يجيب منها، يعني او ان دي حاجه مهمه، فشيء طبيعي ان التغييرات برضو هنبقى نتكلم عنها. ما فائده اجتياز الامتحان اذا كان الاهم هو التعلم؟ يعني سؤال جميل، بس هو طبعا التعلم هو الاصل وهو الفايده عشان اطبق بعد كده. لكن لا شك ان لما ابقى انا فعلا يعني سيرتفايد ومؤهل، دي هتديني رانك كويس في السي في بتاعي، هتديني ثقه بالنفس اعلى، هتديني امكانيه ان انا وانا بعرف نفسي لغيري في جروب خلال العمل واقول لهم انا بي ام بي سيرتفايد، هيبدا يحترم طريقه تفكيري ويحترم ان انا فاهم، انا مش مجرد خدت كورس وخلاص، لا انا كمان سيرتفايد. فيعني جهه رسميه قويه اعتمدتني وقالت الراجل ده بيعرف المنهجيه بتاعتنا. هل سيتم تناول الفصول بالترتيب؟ احنا حاطين السكادجول، والسكادجول ده هنمشي عليه خلاص، يعني هو ده يعتبر ايه الرئيسي بالنسبه لنا، يعني ما ان لم يجد جديد اثناء السايكل بتاعتنا. ان شاء الله تكونوا كلكم مواظبين وماشيين مع الجدول عشان ما نحتاجش نعمل اي تغييرات. لكن ان شاء الله يعني بنسبه 95% او 99% هنمشي على الجدول. الانتجريشن بالفعل احنا مأجلينها عشان زي ما قلنا في الفيديو الاولاني ان هي هاو تو انتجريت بقيه النولج اريا، فمحتاجين ان احنا نعرف الاول النولج اريا نفسها وبعد كده نبقى ندخل على الانتجريشن، وان كانت مش صعبه على الاطلاق يعني، بس عشان ما يبقاش ايه متاهه في البدايه، خلينا نبدا بالسهل قبل الصعب. لماذا لا نستطيع النشر على الجروب؟ يعني سؤال جميل جدا. الجروب هي بتاعتكم طبعا، واي حد عايز يكتب اي كومنت يكتب براحته ومفيش اي حاجه تتمسح، بس هي الفكره من عدد البوستس لما بتزيد الناس ما بتقدرش توصل للبوست بسهوله. يعني مثلا لما تبقى البوستس بس بتاعتنا هي عباره عن الفيديوهات اللي نازله اللي هي المفروض ان احنا نذاكرها، وجوه كل فيديو اي حد عايز يعمل كومنت او ريبلاي على الكومنت براحته يعني مفيش مشكله، لكن لما نلاقي بوستس مفتوحه يعني بشكل كبير هنلاقي بقى اللي داخل بيحط اسئله، واللي داخل بيقول معلومه، واللي داخل بيسال سؤال، عشان يجي واحد بعد كده يدور على احد الفيديوهات او احد البوستس عشان يقرا الكومنتس اللي كانت عليه هيتوه ويقعد يفر كتير. فلا خليها تبقى محدوده ومحدده، هي عدد البوستس مساوي لعدد الفيديوز اللي احنا عايزينها او اكثر قليلا لو في حاجه هننشرها. يعني اخدت الكورس من 2007. لا الشهاده مش صالحه، لان الشهاده مدتها 8 سنوات. الشهاده بتاعت الكورس اللي هي ال 35 كونتاكت اورز هنتكلم عنها بعد شويه، هي تعتبر مدتها 8 سنوات. متى سنقوم بالتسجيل للامتحان وما هي شروط التسجيل؟ عشان نسجل الامتحان يعني خلينا نوصل لدرجه الاول ان احنا خلاص يعني حاسين ان عدينا اول سايكل، وان ان احنا خلاص على التراك يعني، او على الاقل يعني خلصنا 80% من السايكل الاولى، عشان يعني نبقى مركزين في ده. يعني تسجيل الامتحان حاجه سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. يعني الستادي جروب والريفيو جروب، احنا واخدين بالنا ان احنا شغالين على جروب اسمها بي ام بي ستادي جروب، في جروب تانيه اسمها بي ام بي ريفيو جروب، دي خاصه بالناس اللي خلصت مذاكره على الستادي انتقلوا بعد كده للجروب التانيه اللي هي الريفيو. انا بقول كده عشان لما تلاقوا بوست زي اللي كان نزل بتاع مثلا الاكسل شيت بتاع التراكنج، ناس افتكرته خاص بالستادي لان هم مشتركين في الاثنين جروب، فنبقى مفرقين. يعني خلينا واحنا في الاستادي بس نبقى مشتركين فقط في الاستادي جروب، او ناخد بالنا ان البوست نازل تبعنا ولا ده للناس بتوع الريفيو. ففي اتنين جروب عشان لو حد مشترك في الاتنين، طبعا اللي مشترك في الاستادي جروب بس مش هيحس بالمشكله دي اساسا.
شروط الجلوس للامتحان. البي ام اي بيشترط ان انا اكون اللي حاصلين على البكالوريوس، واعتقد كلنا كده، ان هو بالاضافه للبكالوريوس يكون في 4 سنين خبره زائد خلالهم يبقى في 4500 ساعه، وطبعا اكيد متحققين يعني، وطالما متحقق ال4 سنين، ومحتاجين ال35 كونتاكت اورز شهاده او مجموعه من الشهادات في البروجكت مانجمنت، في اي فيلدز في البروجكت مانجمنت تقول ان انا اخذت مجموعه ساعات عددها ال35 ساعه، سواء شهاده او اكثر من شهاده. متى يتم العمل بالاصدار السادس لكتاب البيم بوك؟ هو البيم ماي كل شويه يرحل، يعني البيم ماي احد المؤسسات اللي يعني تعتبر قايمه بشكل كبير على الفولنتير او الجهود التطوعيه، فبالتالي يعني مش دايما مواعيدهم بتبقى مظبوطة 100%، لان يعني معتمد في النهاية على جهود وعايز يطلع حاجة بيرفكت، فمحتاج ان هو ياخد وقته يعني، فهم عمالين بيمددوا كل شوية. كان اخر حاجة ان هو الكوارتر الثالث في 2017، وممكن ان هو يتمدد لبعد كده، فحتى يعني الورست كيس ان هو Q3 في 2017 لسه معانا سنة يعتبر. كيفية تسجيل للامتحان؟ قبل ما ندخل على النقطة دي بس احب اقول على موضوع الاصدار السادس، ما حدش يتوقع ابدا ان هيبقى في فرق كبير في النولج، يعني ان الاختلاف ما بين 4 و5 او 5 و6 ما حدش يتوقع ان الاختلافات بتبقى كبيرة، يعني الاختلاف بيبقى مثلا ممكن انه يعمل ادينج لمجموعة من البروسيس، او يقلل حاجة، يزود حاجة، يظبط اسم بروسيس، وحتى يعني كانت نزلت بالفعل التغييرات اللي هتنزل على الاصدار السادس بس درافت لسه يعني، وباين ان هي يعني كلها حاجات بسيطة. كيفية التسجيل للامتحان هنتكلم عنها في وقتها، هي بروسيس بسيطة جدا وهننزل فيديو عنها. ببساطة ان انا بدخل بعمل ابليكيشن، لو انا عضو بيديني امكانية خصم يفضل ان انا اعمل العضوية زائد الابليكيشن، لان بستفيد بالعضوية وبيبقى نفس السعر، يفضل ان انا اعمل العضوية وبعد كده ابدا اعمل الابليكيشن ده وبعبي فيه البيانات بتاعتي وببعتها للبي ام اي، ببعتها يعني بعمل سبميت ليها، وبعد فترة بيقولوا لي طيب خلاص انت البيانات دي اوكي ابدأ ادفع للامتحان، تدفع للامتحان يجي لك ايميل يقول لك انت دخلت اوديت او لا، لو ما دخلتش اوديت خلاص بتقدر ان انت تدخل على الموقع بتاع بروميتريك اللي هو خاص بحجز الامتحان، وتختار انت بلدك فين والمكان اللي هتروح تمتحن فيه فين وتحدد الموعد. لو جالك بقى اوديت بيقول لك ساعتها هات لنا صورة، مش اصل، صورة من شهادة ال35 ساعة وصورة من شهادة البكالوريوس، والابليكيشن اللي كنت مليته وكتبت فيه خبرات سواء مشروع او اكتر اطبعه، وخلي الشخص اللي انت قلت ده المدير المباشر بتاعك وكتبت اسمه في الابليكيشن خليه يوقع ويحطه في ظرف ويقفله ويمضي على الظرف كده على قفلته، وخد التلاتة دول اللي هي بتاع الخبرات الابليكيشن وبتاع ال35 كونتاكت اورز وشهادة البكالوريوس، خدهم التلاتة وابعتهم لنا على البي ام اي، وبعديها في خلال مثلا ايه اسبوع لاسبوعين بيردوا، وبتبدا ان انت تدخل على بروميتريك وتسجل للامتحان. خليها يعني ايه في وقتها هننزل فيديو واضح الموضوع فيه. شهاده ال35 ساعه اتكلمنا عنها ان دي من احد الضروريات عشان الواحد يقدر ان هو يجلس للامتحان او يبقى اليجبل للامتحان يعني. فال35 كونتاكت اورز قلنا ان ممكن تبقى شهاده او شهادتين او ثلاثه، اي عدد من الشهادات مجموع الساعات في 35 اورز في البروجكت مانجمنت، ما يكونش مدتهم اكتر من 8 سنوات فاتوا، يعني احنا في 2016 مثلا ما تبقاش اقل من 2008 عشان تبقى فاليد. و كنا اتكلمنا قبل كده على الجروب على موضوع يوديمي، ان في كورس من الكورسات اللي هي مجموعه الفيديوهات بتاعتنا دي موجوده برضو على يوديمي، ان اي حد ممكن ان هو يدخل ويسجل وبيطلع له في النهايه من الموقع شهاده مكتوب عليها 35 كونتاكت اورز، دي يعني احد الخيارات. طبعا كنا طرحنا برضو فكره الحضور في جمعيه المهندسين المصريين في السعوديه، انه جاري الاتفاق معاهم ان ممكن يبقى في ورش عمل في نهايه كل اسبوع عشان بدل ما نحل الاسئله بس في البيت لا نبقى نحلها كمان في الورك شوب دي. الناس اللي هتحضر الورك شوب طبعا الجمعيه ممكن ان هي تطلع لهم ال 35 كونتاكت اورز السيرتيفيكت بتاعتها.
بس يعتبر ده ايه ملخص للاسئله اللي كانت وصلتنا. اتمنى يعني يكون الناس كلها خلاص بقت فاميليار مع الموضوع وعندهم استعداد، كله جاب النوتس بتاعته اللي هيسجل فيها، كله مع البين بوك او ريت على حسب اللي هيقرا منه، يفضل طبعا يكون الهارد كوبي. كل مستعد ومتحفز ومتحمس لان هو يبدا المذاكره، وربنا يوفقكم والتوفيق ان شاء الله.